فالبيت يا صغاري يعد المكان الأول الذي يتعلم فيه الطالب القواعد والتعليمات وأهمية الالتزام بها. وإليكم صغاري بعض التعليمات والقواعد في البيت. أولاً، الصلاة. يجب علينا صغاري المحافظة على تأدية الصلوات في أوقاتها. ثانياً، قراءة القرآن. علينا يا صغاري أن نقوم بقراءة شيئاً من القرآن ولو سورة قصيرة. ثالثاً، الطعام. نبدأ يا صغاري بذكر بسم الله ونختم بالحمد لله. رابعاً، التحية والسلام. عند الدخول للمنزل نقول السلام عليكم، وعند الخروج في أمان الله أيضاً نقول السلام عليكم. خامساً، صغاري هناك كلمتان مهمتان لا نستغني عنهما في التعامل مع الآخرين، ألا وهما من فضلك وشكراً لك. سادساً، أيضاً من التعليمات والقوانين في البيت الهدوء وعدم الإزعاج وقت الراحة. فمطلوب منكم صغاري الهدوء في المنزل وعدم الإزعاج. سابعاً، والمطلوب أيضاً يا صغاري أن تقوم بترتيب غرفتك الخاصة والحفاظ عليها مرتبة ونظيفة. وأيضاً ترتيب الملابس في الخزانة والانتباه إليها أن تكون دائماً نظيفة ومرتبة. تاسعاً، مذاكرة الدروس. ومن أهم التعليمات صغاري أن تقوم بمراجعة دروسك اليومية بانتظام بمساعدة الأم والأب. عاشراً، الانتباه إلى نظافة المنزل. فالمنزل للجميع وعلينا جميعاً تنظيفه وترتيبه. وعلينا أيضاً عدم العبث بموجودات البيت والحفاظ عليها، وعدم الكتابة على جدران المنزل، والانتباه إليها دائماً مرتبة ونظيفة. ومن القواعد أيضاً صغاري إرجاع الأشياء مكانها، فعندما تنتهي من الغرض أرجعه مكانه صغيري. وأيضاً يجب الاهتمام بالصحة والاهتمام بنظافة الجسم والثياب والأسنان والقيام بالرياضة كل يوم. وعلينا صغاري أن ننتبه لهذه النقطة. بالنسبة للأجهزة الذكية والإلكترونية يجب أن لا نستخدمها مع الضيوف ولا نستخدمها أكثر من نصف ساعة متواصلة. وساعة النوم يا صغاري يجب أن تكون أيام المدارس أن تقوم بالذهاب إلى النوم مبكرا وتستيقظ مبكرا حتى تذهب إلى المدرسة بكل همة ونشاط. ولا ننسى صغاري الاهتمام بنظافة الأسنان وأن نغسل أيدينا باستمرار قبل الأكل وبعده. ولا ننسى صغاري أن أتشارك أنا وإخواني في الألعاب التي يحضرها أبي وأمي. فإذا التزمنا صغاري بهذه التعليمات والقوانين في البيت تكون حياتنا جميلة وسعيدة.
وقبل الختام صغاري نستذكر أهم التعليمات والقوانين في البيت: التعاون بين أفراد الأسرة، غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد انتهاء من الطعام، ترتيب الملابس في الخزانة، عدم العبث بموجودات البيت والحفاظ عليها، وعدم الكتابة على جدران المنزل صغار